السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله بخير، إن شاء الله تكونوا بصحة وسلامة وخير دائما وأبدا إن شاء الله. اليوم راح أحكي لكم عن برنامج وسترن يونيون. هذا البرنامج وسترن يونيون كل العالم تعرفوه، برنامج تحويل الأموال، تمام، من أي بلد بدك إياها لأي بلد بدك إياها. هذا البرنامج بصراحة كتير ظريف وممتاز، و هلأ في عالم كتير بتروح تقول لك أنا بدي أروح حول عن طريق المركز وسترن يونيون، تمام. فبالمركز تاع وسترن يونيون حصرا بيطلبوا منك جواز سفر واقامه، تمام، اذا انت كنت متغرب برات مثلا من بلدك برات سوريا، تمام. واذا ما كان معك مثلا باسبور ما فيك تحول، لازم يكون في معك باسبور سوري صيني اي جنسيه، بيكون معك باسبور عشان تحسن تحول، تمام. هون ميزه هذا الوسترن يونيون الاونلاين، هذا لا، هذا بتفوت بتحط له اسم اللي تبعت له المصاري، بتحط له المبلغ اللي بدك اياه، بتعطيه. هلا بورجيكم انا كيف طريقه التحويل، تمام. بيطلب منك انه شو سبب التحويل، بتقول له انه مثلا مساعده للاهل مثلا او اي سبب، في اسباب كثيره حاطين لك اياها. وبتحط له مثلا بيقول لك انه منين عم تجيب المصاري انت هاي، بتقول له مثلا انه انا عم بشتغل. في ميزه كمان هلا بورجيكم اياها، بتقول له انا عم بشتغل، بيعطيك انه هاي الميزه بتحطها، تمام. فهلا انا راح افوت على البرنامج وورجيكم كيف طريقه التحويل من هذا البرنامج، تمام. هاي شغله. شغله ثانيه، لازم يكون عندك تسجيل، لازم تسجل فيه لهذا الويسترن يونيون، يعني تعمل ايميل مثل اي برنامج عادي، لازم تسجل عن طريق ايميل مشان اذا انت حولت الحواله بدهم يبعثوا لك صوره الاشعار، يبعثوا لك اياها على الايميل تبعك، تمام. فهلا رح اوريكم اول شيء كيف التسجيل بعدين كيف التحويل، تمام. هلا بنكبس على البرنامج، هلا فتح عنا البرنامج هيك، تمام. بعد ما يفتح عنا بيعطيك هيك انه هي تسجيل كومن، اهلا وسهلا فيك. وهون حاطين لك انه جيل زندن، انه اذا بدك ارسل المان دغري. وتحت حاطين لك اللي هي اي لوجن ريجستريشن، تمام. هلا نحن مثلا بنقول له نسجل، انت مالك مسجل لسه في، فبتكبس على اي لوجن ريجستريشن. هلا بتطلع لك هي الصفحه، بس تطلع لك هي الصفحه شايفين هون عم يقول لك حط ايميلك وحط الباسورد، بعدين تحط له اي لوجن عشان تدخل على حسابك اللي سجلته. بس هلا اللي ما له مسجل بكبس على هي الكلمه اللي هي ريجستريشن، تمام. بس تكبس على هاي الكلمة هون عم يقول لك حط الفور نامي والناخ نامي، الاسم الاول والاسم الثاني، تمام، اسم العيلة يعني. وتحت عندك هون عم يقول لك سفايت فور نامي، تمام، هذا انه حط اسم الاب، تمام، حط اسم الاب انت اللي بدك اياه مثلا هون، حط عشان انه التحويل يطلع اسمك مع اسم الاب والعيلة، تمام. اي عندنا هون تحت عم يقول لك حط الايميل، انت اي ايميل بدك تفعل عليه هذا الحساب تحط الايميل اللي بدك اياه. وهون تحت عم يقول لك حط الباسورد، تمام، حط انت اي باسورد بدك اياه، شو كلمه السر بدك اياها بتحطها. بس هلا في شغله، كلمه السر تبع الويسترن يونيون لازم تحط احرف كبيره واحرف صغيره، وتحط اي رمز من الرموز تبع هذول اللي بيطلعوا الات والدوت والقصص هي، لازم تحط رمز من هالرموز هي. فانت بتظبطها كلمه السر تكون احرف كبيره واحرف صغيره، يكون في رمز من هالرموز هاي. بعد ما تخلص بتقول له إشارة صح هون، تمام، إنه أنا موافق على الشروط تبع الإرسال الأونلاين والقصص هي كلياتها، تمام. بعدين بتعطيه هون ريجستريشن، بس تعطيه ريجستريشن هو بيحولك دغري على صفحة بيقول لك إنه شكرا لتسجيلك بويسترن يونيون، بعتنا لك إيميل على إيميلك، فوت على الإيميل تبعك و فوت واكد انه ايميلك هذا انت صح بالايميل، انه انت صح هذا الايميل، تمام. هون هلا بعد ما تسجل انت وتخلص بترجع على الصفحه الرئيسيه، تمام. بس ترجع على الصفحه الرئيسيه بيطلع لك هيك جيل زيندن اي لوجن ريجستريشن. نحن بدنا نفوت هلا دغري مثلا على حسابنا، او بدنا نبعث مصاري دغري هلا، تمام. فشو بنعمل؟ نعمل جيل زيندن ارسال اموال، نكبس عليها، شايفين اعطاني هي الصفحه. هي الصفحه شو معناتها؟ انه هون بغيتنا، هون بدك تحسب انت بدك تحول لنفترض
على الأردن، تمام؟ تكبس هون، هون حاطين لك اليورو، الطرف الثاني حاطين لك العملة الأردنية، تمام؟ مثلا أنا بدي أحول على الأردن باليورو مثلا نفترض 500 يورو، تكبس 500، بعدين تكبس هون مطرح المكتوب العملة الأردنية. هلا شوفوا شو بيعطيكم هون، بس كبست بقى هون شو بيقول لك؟ بيقول لك انه انت بدك تدفع عن طريق الماستر كارد او الكريديت، عندك شي كريديت فيزا كارد ماستر كارد. وهون عم يقول لك اونلاين بنك ترانسفير، انه بدك تبعت عن طريق حساب، انه فورا بدك تدفع دغري يعني هلا كاش، تمام؟ او بدك تعمل اوبرفايزنج، انه بدك تحول عن طريق حسابك انت من البنك، تمام؟ تكبس هون مثلا هاي، او انه بار ان اينم ويستر يونيون ستاند اورد، او انه بدك تحول المصاري انه تدفع كاش، يعني بتفوت هون بتعمل عمليه تحويل، بيعطوك رقم بتروح على اي مركز قريب ويستر يونيون عليك، بتقول لهم انا حولت هذا التحويل بس بدي اعطيكم المصاري، تمام؟ فبيقوم بيعطوك المصاري. فهي بالنسبه لهي الفكره. فانا دائما مثلا بحول لنفترض عن طريق الكريديت، تمام، الفيزا كارد او الماستر كارد، بكبس عليها مثلا. وشوفوا شو كاتبينكم هون، كاتبينكم اجور التحويل 3 يورو 90 سنت. اذا بتروح على مركز ويستر يونيون، تمام، اذا بتروح على مركز ويستر يونيون بياخذوا منك على كل 100 10 يورو، على كل 100 10 يورو. هون عم يقول لك ال 500 يورو بياخذوا عليهم 3 يورو 90 سنت، تمام. هلا رح نقول له مثلا انه انا بدي احول هيك عن كريديت، نكبس عليها، شايفين عطاني كريديت، وهون حول لي انه ال 500 يورو قديش بيستلموها بالاردن. ال 500 يورو بيستلموها بالاردن 386 دينار و99، ما بعرف شو بيقولوا بالاردن هلا ليه، ما بعرف، المهم فهيك، تمام. عم يقولوا لك انه هيك 500 يورو بيستلمون 386 دينار و99 سنت، تمام. هون بقى التقرير النهائي انه هي التحويل هاد حيكلفك 3 يورو و90 سنت، تمام، المجموع كامل كله 503 يورو و90 سنت. الام فينجر رح يستلمهم بالمستلم، رح يستلمهم بالاردن 386 دينار، تمام. هلا هون انت بس حطيت المعلومات هي كلها، اللي بدك اياها تكبس على فايتا اللي بعده، تمام. هلا بس كبست انت بقى هون على هي الكبسه، بيقوموا بحولك على هي الصفحه، تمام. بس حولك على هي الصفحه شو عم يقول لك هون؟ عم يقول لك حط الفور نامي، الاسم الاول تبع الشخص اللي بدك تحول له، الشخص اللي بدك تحول له، هي كاتبين لك هي دات داس ام فينجرز، انه معلومات المستلم. بتحط هون الفور نامي اسمه الاول، وعندك هون ناخ نامي اسم العيله، وهون الاسم اسم الاب، تمام، اسم الاب اللي الشخصي بدك تبعته. وتحت عم يقولوا لك انه حط ايميلك انت، الايميل تبعك مشان ابعث لك الرساله عليها، تمام. وتحت هون عم يقولوا لك حط اي رقم صاحب الحواله، حط رقمه، تمام. هون عندك اللهم صل على سيدنا محمد، عندك التفيك داس ترانسفير، يعني عندك هون سبب التحويل، شو سبب التحويل، تمام. فتكبس عليها، هون حاطين لك خيارات كثير، هون حاطين لك فاميليا انترشتوتسن ليفنس هالت كوستن، تمام. تحت حاطين لك يعني في كثير خيارات، جيشينك هدايا، انه هديه، هدول مصاري هديه، اجار تحويل، رايزي كوستن اجار سفر، بيلدونج شول جيل للتعليم وللمدرسه، يعني في كتير خيارات هون. فنحن شو بنحط له؟ على اول وحده اللي هي الفاميليا اونتشتتسن، تمام، لمساعده الاهل. هي هون عندك تحت، تمام، اللي هي اورزبرونج داسكيل، انه من وين عم تجيب هاي المصاري، بتكبس عليها بيقولوا لك هون. هون عندك اول وحده جهالت اينكومن، انه انا من راتبي. الثانية في كتير خيارات، تمام، اخذت انه من دارلين، اخذتها من قرض، انه مصاري جتني هدية، يعني في كتير خيارات، شايف ايرب، في كتير قصص. فانت بتحط على اول وحدة،
جهالت عنكم من الراتب، تمام؟ من الراتب مثلا، تمام؟ بس تعبي هدول القصص هي كلياتها، يوم هو شو بيساوي؟ بيحولك على الصفحة اللي بعدها، هيك شايف كاتبين هون حاط لك تسالونج، بيحولك على الصفحة اللي بعدها بيقول لك حط رقم الكريديت تبعك، رقم البطاقة تبعك، وحط التأكيد انه انت نخصم هاي المصاري من هذا الحساب تبعك، بتحط له انت تأكيد. انا ما راح افوت عليها الصفحة الثانية، لانه اذا فوت عليها بدي اعبي المعلومات وقلت له تأكيد فانه يصير في شراء، تمام؟ فالمهم بتروح انت على الصفحة هاي الثالثة تبع تسالونج اللي هو الدفع، بس رحت عليها بتقوم تكبس له انت مثل ما عم اقول لك، تكبس له بتحط له رقم الكارت تبعك، وبتحط له رقم الامور هي كلها تبعك، وبعدين بتعطيه اللهم صل على سيدنا محمد انه تاكيد انه انا موافق على هي المعلومات. اخر شيء بينقلك على هي اخر خطوه اللي هي تزامن فاسونج، انه نشيك على المعلومات مع بعض، تمام؟ بيقول لك الاسم هذا هيك، بدك تحول هيك، اخذنا من هذا الحساب هيك وهيك وهيك، وعلى كل هاي المعلومات اللي انت حطيتها مظبوطة ولا غلط، في شيء بدك تعدله له تعديل. كله صح بتقول له اوكي، بتقول له فايتا، بس بتقول له فايتا بيقول لك خلص شكرا لك، تم تحويل المبلغ، بامكان المستلم يروح يستلمه باي وقت، بس ياخذ معه هويته او باسبوره مشان يستلم المصاري، تمام؟ وبيبعثوا لك رسالة على الايميل، وبكونوا حاطين لك فيها رقم اللي هو بسموه MCTN، ايه يمكن هو هيك MCTN على ما اعتقد، بتذكر الرقم. فبيبعثوا لك هذا الرقم، بيقول لك هذا رقم الحوالي، انت شو بتساوي؟ بتاخذ رقم الحوالي هاد، بتعمل له صوره، تبعته للمستلم، تقول له انزل على وسط اي وستر يونيون واستلم المصاري تبعك، تمام؟ شايفين اخواتي؟ يعني عملنا التحويله كلها، لا طلبوا مني جواز، ولا طلبوا مني هويه، ولا طلبوا القصص هاي كلياتها. هلا هن اجت عليهم فتره بصراحه كانوا يطلبوا هالقصص هاي، فوقفنا نحن، ما عاد يعني ما عاد استعملته انا البرنامج، خلص ما عاد في شغل فيه يعني، تمام؟ فصاروا شو بقى، رجعوا بعد فتره بعثوا لي رسائل انه بامكانك تنزل تفوت على الويستن يونيون وتحول المبالغ اللي بدك اياها مثلا. ففتت مره رجعت حولت، فما طلبوا مني، فاستغربت اني يعني رجعوا عدلوا الموضوع، لانه لا هو مو ظابطه معهم يعني، انه هن بدهم بالزايد ليره يعني. المهم فالبرنامج كتير ظريف وكتير منيح للناس اللي حابة تحول عن طريق الأونلاين، ولا تفوت قصة معي باسبور وما معي باسبور، بس كون معك إقامة وتحط المعلومات على إقامتك واسمك وأربعة عشرين وتتحول المصاري وأمورك بخير بإذن الله، وتدعو لي بإذن الله عليها، تمام إخواتي؟ هذا الفيديو تبعنا اليوم اللي هو عن برنامج وستر يونيون. بتمنى اذا عجبكم الفيديو اشتركوا بالقناة، اذا ما لكم مشتركين ما راح تخسروا شيء اذا اشتركتوا، يعني هو مجرد دعم وما راح تخسروا شيء، يعني ما في اي خسارة. وتعملوا لنا لايك وتشاركوا الفيديو، واذا عندكم اي سؤال عن طريق البرنامج هذا، في شيء بدكم تسألوه جربتوه ما زبط معكم، كمان اكتبوا لي بالتعليقات، انا بجاوبكم براسي ان شاء الله. بتشكركم وان شاء الله اكون فدتكم بالموضوع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا.